السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا نادوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية. إذا تريد تعرف ليش الأخت أم الأسود قالت هذا الكلام للشخص المدعو أبو أديب، فتتابع كامل الحوار حتى تتسنى لك الفرصة معرفة الكلام ولماذا وصلت الأخت أم الأسود لهذه المرحلة بأن تقول له أصمت ولا تتكلم، دعني أجيب، دعني أكمل البحث. إخواني أخواتي، على عجالة شديدة نقول اذكروا محمد وآل محمد حتى تحل علينا البركة. سؤال مهم طرحته الأخت أم الأسود، أراد أن ينفي أبو أديب بقول أو بسؤال: هل الذي أراد كتابة الرسول وحي أم اجتهاد؟ فرد عليه السيد ميثم موسى والأخت أيضا أم الأسود: هل هذا نص اجتهاد عفوا أو يعني وحي؟ فنتابع بماذا أجابها وماذا أجابت وكيف عقب الحاج وعد السيد ميثم. نستمع لتمام الكلام ونعقب، فخليكم معنا. خلي يطرح سيدنا وانت تجاوب احسن سيد. طيب تفضل ابو ادي. حاج وعد، الاستاذه الكريمه ماذا قالت؟ قالت تريد اجوبه على اسئلته. طيب زي. الان نحن عندنا اشكال واحد انت وقعتي فيه يا استاذ الكريمه. هل لما طلب يكتب الكتاب رسول الله، هل كان وحيا من الله ام اجتهاد منه؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى. أحسنت، يعني وحي من الله. ثم كل كلامه، كل ما ينطقه هو وحي من عند الله. جاوبتي، أحسنت. أنا أرجو منك أنك تضلي على هذا الجواب وما تبدلي. زين، نعم أحسنت. مو قلتي نعم وحي من الله؟ طيب نعم، طيب وحي من الله. ونحن نعرف يا أخوان وحي من الله ما حد يوقف جنبه. الوحي ما حد يوقف لا بوجهه ولا شيء. ليش؟ لأنه وحي من الله كما قال القرآن الكريم: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك. طيب هل عمر يستطيع هل له الولاية التكوينية عمر بن الخطاب أن يوقف وحيا من الله؟ تفضل جاوبيني. ممكن؟ زين. الله تبارك بس اوقف انا اعرف قبل ما هاي ابحث هي تجاوب. لا هذا مو شغله الان. بس لحظه، الله تبارك وتعالى عندما قال عندما قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هل المشركون الانجاس تغلبوا على الله في معركة أحد وفي المعارك التي انهزموا فيها؟ الله يقول هدوء. الله أوحى هدوء. خلي أكمل إشكال. ورطوا نفسكم يا شيعة، ورطتم نفسكم. عمر بن الخطاب يستطيع أن يقتل. لحظة، أنت تكلمت الآن قلنا هذه ما تنفعك. الآن يريد يهرب من إلزامي، الآن يريد يهرب لأن جئت له بالقرآن. الله تبارك وتعالى قال وكان علينا حقا، الله تبارك وتعالى علي حق نصر المؤمنين، وهذا وحي. على مفهومك الآن الله تعهد بنصر المؤمنين واجوا كم واحد مخربط من المشركين انتصروا على الله وعلى رسول الله وعلى الصحابة، هذا على مفهومه. لأني خالفوا رسول الله هزموا بالحرب. يا لا هدوء. أحسنت. اسمع، لأنهم خالفوا. إذا عمر خالف مثل وين عمر خالف؟ أنت قلت أحسنت. هدوء. أنا أدري أنه عندما أتكلم. اسمع. طيب خلينا نكمل الثانية. لا قبل الثانية لا أبدا. الأخت تجيب. لحظة. يلا خلي تجيب. انا والله العظيم انا منك تعيفها تجيب اصلا. اسمح لي. شوف، التزم حدودك رجاءً. من قال لك اني لن اجيب؟ انا احتراما للحاج وعد اللامي بقيت ظليت اصمت رجاءً. تفضل. انا احتراما للحاج وعد اللامي بقيت ساكتة، قلت له دعني اجيب، فقال اريد ان اخذ كلمة. برنامجه ولا ندع له مجال للكلام؟ سبحان الله. ثم يأتي تريد أن تنتصر بالأكاذيب مثلا؟
ما مسحول من الصبح لليل، الآن تنتصر تعتقد أنك ستنتصر؟ والله ما والله لو تبقى لو تبقى طول عمرك ما راح تنتصر، تعرف لماذا؟ لأن أساس عقيدتك خرب، فكيف تريد أن تنتصر بسيف كرتوني؟ أنت أستاذي الكريم عقيدتك عبارة على سيف كرتوني، تريد أن تقاوم به أبناء علي بن أبي طالب. وين أم المسألة؟ وين ونحن نحمل الكرتون ونحن نحمل ذو الفقار. أولا أنت سألت، قلت لي انتظر اسمع الجواب، تمهل. أولا سألتني إن كان هذا الأمر الذي أو الوصية التي كان يريد أن يكتبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحي من عند الله أم لا. أولا أنا أريد أن أرد عليك بالسؤال، بنفس السؤال، وأتمنى تجيبني بسرعة حتى أكمل لك الجواب. هل ذلك الكتاب الذي أراد أن يكتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحي من عند الله أم لا؟ لا، اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام وليس وحي اجتهاد. من الله. عمر أو غير عمر لا يمنع وحي من الله. إذا كان وحي من الله ما أحد يستطيع من البشر أن يقف أمام الوحي من الله. نعم، أنت قلت أنه اجتهاد من الله وأنا أجبتك. نعم، طلبت منك جوابا حتى أكمل الجواب. تريد تسمع الجواب أم لا؟ اتركها تتكلم أخونا، اتركها تتكلم. السيد الآن سوف يشرح لك الفرق بين العصمة والوحي. لحظة أخونا، كمل يا أخونا. تفضل يا أخونا كمل. نعم، أنت قلت اجتهاد ونحن قلنا أنه وحي من عند الله. أنا عندي دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، ودليل من القرآن الكريم بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عندي دليل أن كل ما ينطقه النبي ويلفظه هو وحي من عند الله تعالى. أنت تقول أن النبي اجتهد، ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث؟ قال ائتني بدوات وكتف أكتب لكم وصية لن تضلوا بعدها أبدا. يعني هذا القول لن تضلوا بعد هذه الوصية أبدا، يعني هذه الوصية ستقي هذه الأمة من الضلال. هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في الضلال أو طريق الحق؟ طيب اتمنى تجاوبني. اريد ان اكمل، ما زال عندي الجواب، ما زال طويل. سؤال الاخت ابو اديب، هل النبي عندما انت تفضلت اجتهد هل اصاب ام اخطا؟ النبي عليه الصلاه والسلام لا سؤالي هل الاجتهاد هل الاجتهاد مجال؟ اسمع السؤال ستجيبني على الهواء. اسمع السؤال، سؤالي لا 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 صاحب المنصة هاد حاج وعد، رجاء أنا أعصابي أصبحت تتوتر من هؤلاء، والله العظيم مرات صرت أفكر أني ألغي هذه الحلقة وأنام مرتاحة أفضل من أن أبقى مع هؤلاء. دع لي المجال أتكلم رجاء. السؤال شنو؟ عيد السؤال أختنا. سؤالي كان، والله يشتتوك هذا الأسلوب الذي يستعملونه كي ينتصروا لأنهم فارغي الجيوب. أنا قلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يجتهد في الحق والباطل، في الضلال والحق، هل يجتهد في هذا الأمر؟ تفضل. وهل يحق له أن يجتهد؟ تفضل. طيب يعني ايش غيرتي بسؤال حاج وعد؟ نفس سؤال حاج وعد، يعني ما اعرف انك كمل. جاوب اتركنا من هذا. جاوب. اول شيء حاج وعد، لما يثبت الكلام رسول الله هذا وحي من الله. نعم، كل شيء ما يقول رسول الله هو وحي منه اذا ثبت عليه، اما اذا غيره فغير الوحي. السؤال هل اجتهد في الحق ام في الباطل؟ النبي عليه الصلاة والسلام إذا
لا هو لما قال ما في اذا لما قال يا اخي اعطينا قال اعطوني اعطوني ورقه وقلم هي سؤاله يا اخي انت ليش تعرف اذا بدي اسمع هي ما في اذا النبي قال اعطوني ورقه وقلم سؤالها هل هذا كان في الحق ولا الباطل عفى الله عن كلمات انت لهم شوف يا ايها يا ان فتحنا لك فالحمد لله سؤال مهم سؤال مهم سريع جدا سؤال مهم هو قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اجتهد ابو اديب ابو اديب يا اترك اترك عفى الله عنك الان اترك احنا ما نوافقك على ان النبي لا ما جاوب هو سيدنا ما جاوبنا سيد لا ما جاوب والله سيد سيد الله يرحمه جاوبت حضرتك عدة لا الان السؤال الاخت عندما قال اعطوني ورقه وقلم اجتهاده كان في الحق ام في الباطل النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد بس لحظة يا حاج وعد هو اجتهد لكن هذا الامر لا يغير بدين لاني لماذا في الحق ولا في الباطل اجتهد في الحق ام في الباطل يا اختنا في الحق ولا في الباطل سؤالها في الحق سؤالها اجتهد النبي في الحق ولا في الباطل هذا سؤاله نحن عنا الانبياء كلهم يجتهدوا في عندهم اجتهاد منهم يسددون في الحق ولا في الباطل يجتهدون هم يطلبون الحق لكن ليس بكل احسن اذا النبي طلب حقا اسمع اذا الان تعترف جاوب الاخت انه النبي عندما طلب اداه ودوات طلب الحق لكن لو ما هو اساسي هذا الكتاب يعني اذا ما كتبوا بس لو يا استاذي الكريم لحظة لحظة اخوتنا خلي اخذ من الاعتراف واحول لك إيه الان هل اذا ما كتب الكتاب لحظة هذا سؤال اخر اسمع اريدك تعترف الان اريدك تعترف اريدك ان تعترف اريدك ان تعترف ان النبي صلى الله عليه واله طلب الحق تهنا يجتهد النبي عنده اجتهاد الله اكبر على اللف والدوران لك يا اخي النبي طلب الحق ولا لا ايه جاوبناك يا حاج شنو جاوبك قول طلب الحق قول طلب الحق طيب لما صلى ابن سلول هل طلب الحق ام اتركنا من سلول وبلول لا حول لان الله قال ادري هو طلب الحق يا رجل جاوب هل النبي طلب الحق ولا الباطل قول النبي طلب الحق انتم ليش تلفون وتدورون يا حاج وعد سؤالي شوف اللف والدوران اخواني باع اللف والدوران قول الله نقص الدين لو لم يكتب هذا سؤال والله كل الأسئلة نجيب بس سؤال الأخت لأن الأخت الآن المسكينة سألت السؤال وتتباين هل النبي هل النبي هل النبي صلى الله عليه وآله طلب الحق نعم ولا لا النبي عليه الصلاة والسلام قلت لك عنده اجتهاد شخصي وهناك وحي يسدده هل طلب الحق يا ناس الله أكبر يا ربي بابا لما طلب ورقة وقلم هل طلب الحق ولا لا ايه لو لا كتب هذا الكتاب لا ينقص اي شيء من الدين انا اقول لك الان لانه ما كتب هذا الكتاب هل يا الله اللهم اغفر لنا يا رحمة الرحيم فضل اخذنا فضل سيد طيب ابو اديب قلت انه الوحي قلت ان الوحي هو الذي غير الوحي هو الذي غير طيب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده ابدا يعني هدايه للامه لا تقاطعني ما كملت سؤالي لا تقاطع ما اسمح لك تقاطع ما كملت السؤال اسمع 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 السؤال اسمع السؤال النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لن تضلوا من بعده ابدا يعني هداية للأمة هل كان النبي في دعواه هذه إن الكتاب هداية للأمة صادقا أم كاذبا النبي صادق عليه الصلاة والسلام أحسنت النبي صادق إخوان يشهد وقال اسكت 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 الآن اسكت الآن اسكت الآن الآن اسمع اللي يقول تورطه والشيعة شوف الورطة الآن النبي إخوان كان صادق إن الكتاب هداية للأمة أحسنت طيب أيهما أفضل اسمع الآن أنت والسلفية ومن وراءك خلصوا أنفسكم أخواني النبي كان صادق والكتاب هداية للأمة أيهما أفضل الهداية للأمة كتابة الكتاب وهي هداية للأمة أم عدم الكتاب وهو شر للأمة من الأفضل أحسنت خليني أجاوبك مباشرة أيهما أفضل الرسول هذا الكتاب هل نقص شيء من الدين
تفضل جاوب. جاوب على سؤالي. جاوب. لا تجاوب على. اسمعني لا تتعلم هذا اللعب واللف والدوران. قلت ان الكتاب اسمع. هل ينقص الدين؟ لو الرسول ما كتب هذا الكتاب هل ينقص شيء من الدين؟ فضل. اسمع 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 يلا شوفوا يا شيعة ما كن ألف أولا الكتاب لهذه المجموعة ليس الكتاب لهذه المجموعة لن تظل يكتب لكم ابن عباس ما قال يكتب لنا يكتب لكم الآن على فهمك أنت الكتاب للأمة الآن اسمع لا تقاطع لا تعلم هذا الأسلوب هذا الأسلوب المج السمج اسكت اسمع السؤال قلت أن النبي كان صادقا النبي صلى الله عليه وآله قال الكتاب هداية للأمة سؤالي لك أيهما أفضل وأيهما خير للأمة يكتب الكتاب وهو هداية خير للأمة كما قلت أم لا يكتب ويكون شر ضلال للأمة أيهما أفضل هداية الأمة أم عدم هدايتها جاوبني أحسنت أول شيء السيد ميسا من قبل قال فقط للموجودين فقط للموجودين الآن نمج الأمة معهم شوفوا اخوان التناقض طيب ابو اجيب انتظر انا اتكلم على حجينا انا اتكلم على مبناك انت تقول للامه انا عندي راي وراي هذا خاص انت الزمك بما تلتزم اسمع الزمك بما تلتزم انت تقول الكتاب للامه جميعا اخواني النبي صلى الله عليه واله اراد ان يكتب كتابا وهو قال ان النبي صادق النبي قال هدايه للامه السؤال ايهما افضل وأيهما خير للأمة هداية الأمة أم عدم هداية الأمة أجب ما يجاوبك تفضل جاوب أجواء اسمح لي بالمداخلة بس الآن والله اسمح لك جاوب أبو أديب من المتورط الآن أبو أديب من المتورط شيء من الدين خلينا نجاوب ارجوك من المتورط اجب عن السؤال اتحداك ايهما خير للامه هدايتها ام ضلالها ايهما الخير الهدايه ام الضلاله اول شيء هذا الكتاب لا ينقص شيء من الدين وقلت لك يعني النبي اراد النبي كان يفعل اللغو والعياذ بالله صح لانه ما ينقص شيء من الدين انت اعلم من رسول الله قلها قلها أنت علم الرسول أن لا سيدنا سيدنا هذا الكتاب ليس له عفوا ليس له قيمة ويجي ابن عباس يقول المصيبة كل المصيبة أنهم منعوا هذا الكتاب اللي ما له قيمة ما له قيمة يعني يعلم ابن عباس ورقة ورقة كما أنه ترميها جلكم الله في الزبالة أو كذا وتمزقها ما لها قيمة وابن عباس يقول المصيبة ويبكي ودمعه يبل الحصى على شيء ما له قيمة هذه العقول اللي نناقشها يا أهل السنة بس لحظة سيدنا من المغرب من معي من المغرب اللي رقمك صفرين السلام عليكم أحمد أحمد فضل أحمد أحمد من المغرب بكل اختصار وببساطة الله تعالى في كتابه الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله والمعنى في مجمل التفاسير أنه لا يجب أو لا يجوز حتى إبداء الرأي إذا قضى الله ورسوله أمر في قولهم أن عمر بن الخطاب أراد فقط أن يريح رسول الله حينما قال غلب عليه الوجع فرسول الله كما تفضلتم لم يطلب فأسا ومحراتا لكي يقوم بعمل شاق حتى نقول أن عمر بن الخطاب حتى نقول أن عمر بن الخطاب أن أراد أن يريحه بل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ائتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم وصية لن تضل بعدها أبدا يدخلون من مدخل آخر يقولون إذا كانت هذه الوصية التي أراد رسول الله صلى الله عليه وآله فيها إكمال للدين فليس باستطاعة أحد أن يمنعها هذا ما يريدون إثباته بوهيهم بوهمهم المتتالي الأعمى حتى يقولوا أن هذه الوصية إن كانت تشريعا من عند الله سبحانه وتعالى فلا مجال لعمر بن الخطاب أو غيره فلا مجال له أن يمنعها نقول لهم أن الله سبحانه وتعالى نعم قد أكمل الدين في اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه والسبب طلب رسول الله أن يكتب هذه الوصية كان ابتلاءً
وفي ابتلاء وحكمة من عند الله سبحانه لترسيخ ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وآله آنفا حين قال: تركت فيكم كتاب الله وعتاتي، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ولكي تقام الحجة على أمته في أن يبين من أنت متشيع؟ عليه وآله. أنت متشيع؟ هذا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. أنت متشيع؟ نعم حج. نعم حج. الله يحفظك أخونا. الله يبارك. طيب تفضل. حياكم الله من جديد أخواني أخواتي. سؤال مدمر من السيد ميثم الموسوي، وسؤال مدمر آخر من الحاج وهذا اللامي تعقيبا على كلام هذا الشخص. لكن كمرحلة أولى لأخت أم الأسود بينت أنه أنت لماذا يعني تجعل من الموضوع شخصنا؟ أم الأسود لا تستطيع أن تجيب، أم الأسود لا تجيب، هذه الصبيانيات وطفوليات اتركوها اتركوها، أرجوكم وداعونا في صلب الموضوع. الأخت أم الأسود تركت الفرصة للحاج وعد الله من يجيب، لأن هم بعقليتهم لازم ننتصر، ادخل وانتصر وسجل نقاط وسجل ما أعرف شنو مقطع فيديو وانشره وهزمناه وانتصرنا عليه. هذا الكلام بينته الأخت أم الأسود انه انت في برنامج سؤال بريء، برنامج حواري، فصمت عفوا ودعني اتكلم. سؤال مهم مدمر من السيد ميثم موسى، وسؤال مدمر اخر من الحاج وعد الله. السؤال الاول: الرسول اراد حق ام شر؟ اذا اراد الرسول حق، والكلام المهم هنا اذا كان الرسول الاكرم صلى الله عليه واله اراد حق، فلماذا يرفضون الحق؟ وهل الحق يرفض؟ ولماذا يجعلون من الرسول بهذه الطريقة بأنه شخص مجنون والعياذ بالله؟ إذن أراد حق أم شر؟ إذا أراد حق لماذا ترفضون الحق وتتبعون خطوات الشيطان؟ وإذا أراد شر قولوها بصريحة وبصراحة: نعم رسولنا يريد الشر ويتمنى الشر. فقول أو هذا طوق جعله الحاج وعد اللامي بعنق الوهابي أو عفوا السيد نيثم الحاج وعد اللامي، فأبدع بهذا الكلام. إذا كان قول عمر اجتهاد أو رأفة بالرسول، فلماذا المجموعة الأخرى احترضت؟ أنا عندما أرى أن شخص يرأف بي أو يرأف بشخصية أخرى فبالتأكيد سأساعده، فلماذا المجموعة الأخرى لم ترأف بالرسول كما رأفت عمر؟ إذن مجموعة من الصحابة أرادوا بالرسول شرا أو لم يريدوا به رأفة كما بيّن الحاج الفاضل الحاج وعد الله. إخواني أخواتي تقبلوا تحياتي، انتظرونا إن شاء الله بفيديوهات قادمة. إلى ذلك الحين انتظرونا، خادمكم ومحدثكم علي، وفي أمان الله.